طبعا اثناء رفع المواد الثقيله الحاجه اللي هي زي ما بيقولوا يعني اللي بتجيب من الاخر لازم المانيوال بتاع المعده يكون موجود معاها، تمام؟ عشان ايه؟ ياكد لك وزن المعده، ده رقم واحد، تعرف وزن المعده الحقيقي كام. والاهم بقى من وزن المعده نقاط التصبين الريجنج بوينت، هل بتتم دايركت، هل محتاجه سبريدر بيم، الكلام ده كله ليه؟ عشان انت ممكن تبوظ حاجه في المعده، ممكن الوايرات لو مش مصبينها مكان مظبوط او المكان المظبوط بتاعها عدم اتزان، سنتر اوف جرافيتي، تضغط على المعده اجزاء من المعده تبوظها لك الهيدروليك سيستم بتاعها، الكلام ده كله. طيب لو مفيش مانوال في المعده او المعده طبعا زي ما احنا شايفين الكلام ده كله، هنعمل ايه؟ ساعتها بنرجع لموضوع المحاوله والخطا، بيجي الشخص المختص الريجر يعني سوبرفايزر ويصبم بالخبره بقى بتاعته بقى اقرب ما يكون لمركز الثقل ويبدا يرفع 5 سم 10 سم، شوف المعده متزنه ولا لا، في تحميل على اي اجزاء من المعده ولا لا، الكلام ده كله، لان الحاجات دي كلها هتؤدي لدامج في ايه؟ في المعده بتاعتنا اثناء عمليه رفعها. فدي نقاط مهمه بناخدها بعين الاعتبار اثناء رفع المعدات الثقيله. طبعا هو استخدم كراور كريم 250 طن وزن المعده 11 طن هينزلها داخل الحفر. والسؤال المهم، هل المعده او الوزن بيتغير لما نزل في الحفر؟ لا، مفيش حاجه بتتغير. الحاجه الوحيده اللي ممكن تحصل لك زياده وايرات اللي هو بينزلها من الهوك، انما الوزن ثابت وكل حاجه ثابته، سنتر اوف جرافيتي ما بيتغيرش لما ينزل داخل الحفر، تمام؟ عشان بس الناس اللي بتسال في النقاط المهمه دي. شكرا.